لا وش اسم بابا؟ الليبراليين. عادي والله. وقد خاب من افترى. البهت والافتراء والاقتطاع. المسلم الحق لا يمكن أن يسوغ لنفسه أن يفتري على عدو كافر، فكيف على مسلم؟ أما الفتاوى أيها الإخوة التي تبرر الافتراء على كل من خالف وعلى كل من لم يتطابق معنا، هذه شأنها شأن من افتراها، شأنها شأن من افتراها، وشأنهم معروف. نسأل الله لهم الهداية والصلاح. يسوغون هذا، يقولون خطة أن نرميه بكذا وكذا، بالترفض بالزندق بأي شيء، ثم نغسل أيدينا منه، ينفض عنه الناس بهذه الطريقة. لا يجوز. قد خاب من افترى. استدعاء نعوت وألقاب الكفر والإيمان في قضايا من هذا القبيل، يقول لك الديمقراطية كفر، تعدد الأحزاب إيه حرام شرعا، ليه؟ تشبه بالكفار. إيش دخل الكفار هنا؟ لماذا تستدعي نعت الكفار؟ إيش دخل كفر وإيمان في هذه القضية؟ قضية الأحزاب إلى علاقة بكفر وإيمان؟ إذا كان لقضية سفينة الفضاء أو سفينة الماء، سفينة العادية، علاقة بكفر وإيمان، كذلك تعدد الأحزاب وهذه الأشياء لها علاقة بكفر وإيمان. لماذا تستدعى هنا نعوت الإيمان والكفر؟ للتلبيس على الناس، للضحك على الناس، لكي ننتهك الشرط السياسي، لكي نفرغ أيها الإخوة المشغلة السياسية من روحها، من معناها، ونلعب بها باسم الدين، ونصل إلى ما نريد، ونحرق كما قلت الأوطان والأديان، لا بأس، باسم الدين، لعب لعب مكشوف. ما علاقة هذه النعوت بهذه القضايا؟ أبداً. هذه مشتركات إنسانية عامة، أنتم أعلم بأمور دنياكم. النبي حين أشار عليه سلمان الفارسي أن يحتفر خندقاً حول المدينة يبادر به طوفان هؤلاء الأحزاب الملاعين، ما قالوش من وين جبتها يا فارسي؟ نحن لا نعرف هذا في جزيرة العرب وفي مهد الإسلام تشبه بالفرس، هذا ما قالوش، استحسنها جداً، قال هذه حيلة ما كانت لتعرفها العرب، ما كانت لتعرفها العرب، حيلة ذكية، قال هذه من حيل أعداء الله عباد النار الكفار، تشبه بالكفار. ما في علاقة هنا كفر وإيمان، ما لهاش علاقة، هذه هذه مشتركات تجارب إنسانية، هذه تركب بسكليت فراد بايسكل، ما لهش علاقة كفر وإيمان، هذا الكفار صنعوه، تلبس نظارة كفار صنعوها، تماما مثل تعدد الأحزاب والديمقراطيات والبرلماني، كفار تشبه بالكفار، كفار تشبه بالكفار، شو الاستهبال هذا؟ هذا فكرة، هذا فتوى، هذا دين، هذا شرع، ما هذا يا أخي؟ وقال لك حالة الحيرة والتخبط الذي تخبط فيها أمتنا اليوم من هذا الالتباس، من الضحك على الأجيال بالدين. الدين عمر بن الخطاب انتقل رجل من حاكم دويلة صغيرة إلى إمبراطور يحكم بضع عشرة دولة، كيف كيف هذا الرجل اللي جاء من خلفية جاهلية أسعده الله بالإسلام في سنوات معدودات يريد أن يدير إمبراطورية؟ الرومان عندهم خبرة أكثر من ألف سنة في الإدارة، قريب منهم الساسانيون، وأنت يا ابن الخطاب من وين لك أنت؟ من وين؟ أبداً، قال نأخذ نظام الدواوين، نظام الدواوين عرفته فارس وعرفها الرومان، خذ النظام هذا، ما قالوش تشبه بالكفار، تتشبه بالكفار؟ بالبيزنطيين أعداء الله ورسوله عباد الصليب يا ابن الخطاب؟ اتق الله، ما فيش واحد أهبل في أمة محمد حكى الكلام هذا أيام عمر، ما كانش فيها تلك الوفرة من الهبلان مثل اليوم، شوية منفعل سامحوني أستغفر الله. إيه؟ دواوين، من تشبه بقوم فهو منهم، يا سلام، في المشتركات الإنسانية معناها إيمان وكفر، لا اسمه هذا هبل، حماقة، هذا مش إيمان وكفر، هذا حماقة تستحمق بها أمة. التباس أيها الإخوة، لا نريد أن نفض هذا الاشتباك، إحنا ونكشف هذا الالتباس. ولذلك باختصار حتى ندخل في معمعة الفقهيات، الإمام أقضى القضاء الماوردي صاحب الأحكام السلطانية قال في الأحكام رحمة الله تعالى عليه، قال وطلب الإمارة ليس محرما. تقول يعني الناس عندهم فقه غريب يا أخي، زي الفقه اللي بيذبحوا الناس بيقتلوا هذولا، ما عندهم فقه، لا يعرفوا ما هو الفقه، لا لا لا. وهذا مين؟ هذا الماوردي صاحب الحاوي 20 مجلدا في فقه الشافعية فقط، بحر علم هذا كان، يقول لا طلب الإمارة مش محرم. كيف؟ كيف؟ وقد اختلف عليها أهل الشورى، الصحابة أنفسهم تنازعوها، صح ولا لا؟
الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض وكل واحد بده إياه، ولا مش صحيح؟ لا أنا وكذا وكذا، معركة سياسية ما في مشكلة. قال كيف؟ أهل الشورى تنازعوا عليها، اختلفوا عليها، فما رد عنها طالب ولا حرمها راغب، لأنه طالبها لا لا نعطيك إياها، لا 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 لا، المسألة لابد أن تحمل إيه؟ على محامل صحيحة، على محامل صحيحة. المهم هذا باختصار. الصناديق، كثيرون يكرهون لعبة الصناديق هذه ويلعنونها، بالعكس رغم كل أخطائها ومساوئها وإمكان استغلالها، أفضل المتاح والموجود. لكن انتبهوا، نحن في عالم يتجه يوما فيوما إلى تحكيم ذوي المعرفة، كما أقول دائما نحن وظيفتنا عاد كعلماء كمفكرين كمثقفين، كل مثقف صادق يحب وطنه ويحب دينه يحب الإنسانية، وظيفته جزء من وظيفته الأساسية الرئيسة أن يعلو أن يرتقي بمستوى وحي الجماهير. لماذا؟ لأن لعبة الصناديق هذه في حقيقتها لعبة لها جاذبية من نوع خاص. على فكرة ربما هذا أكثر ما في الديمقراطية من جاذبية في المخيال العام، في وعي الناس العام. إيش مكمن هذه الجاذبية؟ أنه يوم الانتخاب في لعبة الصناديق يستحيل الحاكم محكوماً والمحكوم حاكماً، يرتجف الحاكم سواء من تقدم الحكم لأول مرة أو نجح فيه في الدورة السابقة، الآن يرتجف، الآن يرجو يشحن يتسول كل صوت من هؤلاء. إذن من الحاكم الآن؟ نحن، الشعب هو الحاكم. وببساطة في 20 ساعة يمكن أن يقول لك اذهب إلى بيتك، استرح، انضم إلى صفوفنا، انضم إلى صفوف الرعية، أنت الآن تعود إلى الشعب. سنعطي هذه الفرصة الآن لغيرك لأنك فشلت، وعدت وكذبت، وعدت وكذبت، ومنيت وعجزت، منيتنا بأنك ستفعل وتفعل وتحل وتحل، لكنك عقدت وربطت ولم تحل شيئا. أنت عجزت وأنت كذبت وربما أنت خنت أيضا ثقتنا فيك، ربما. لذلك لن نعطيك فرصة ثانية. جاذبية، هذه الجاذبية الحقيقية. نحن الآن حاكمون اليوم، أنا كشعب على الأقل سأمارس الحكم اليوم، والحكم عليك الآن، وأنت المحكوم، تنقلب الأوضاع، لكن هو سيحكمك 4 سنين وأنت تتحكم فيه ليوم واحد، فهذا اليوم خطير جدا، يعدل السنوات 4. لذلك على المثقفين وبالذات المثقف العضوي كما يقال بلغة جرامشي أن يكون صادقا في توعية الناس، لا تخدعوا الناس. بمعنى ماذا يا إخواني؟ بمعنى بالذات أنا أتحدث الآن عن خطاب الدين لأنه يعنيني، أنا متدين، أنا إسلامي، تعنيني. لا يجوز، لا يسوغ أن تكذبوا على الناس ولا أن تشقوا الناس رأسيا. المجتمعات تنقسم أفقيا لا بأس، تبحث عن مصالحها عن منافعها أيها الإخوة، أفقيا معنى مشكلة، لكن تشقوا الناس رأسيا باسم الدين أيها الإخوة، هذا موضوع خطر يعود بالبلوى والعار والشنار على الدين وعلى الأمة وعلى الأوطان، لا أحد يستفيد منه. لذلك لا تخدعوا الناس هنا، ولا تخدعوهم أيضا بالمنشطات والكليشيهات التي تكشف عن مدى العجز التنظيري والبرامج لديكم. عامة العلماء وجمهورهم، وهذا ذهب إليه أكثر السلف، أن أئمة الجور من المسلمين يصبر على أذاهم ولا يخرج عليهم ما داموا من أهل الإسلام ولم يظهر منهم كفر بواح، وهذا الذي عليه عامة السلف وذهب إليه الجماهير. وحكي الاتفاق على هذا، وفي حكاية الاتفاق نظر، ذهب بعض السلف إلى أن من ظهر منه الظلم العام والجور العام فإنه يخرج عليه في حال غلبة الظن بالقدرة عليه وتولية غيره. ذهب إلى هذا الجماعة في هذا، ذهب إليه ابن الزبير وكذلك الحسين بن علي بن أبي طالب، وذهب إليه سعيد بن جبير، وكذلك أيضا ذهب إليه عامر بن شرحيل الشعبي والحسن البصري، وذهب إليه أيضا في رواية الإمام مالك رحمه الله نقلت عنه، اختارها محمد بن نصر الداودي من الفقهاء من المالكية، وذهب إليه بعض الفقهاء من أهل الرأي. وهذا القول وإن كان مرجوحا، إلا أنه يصعب أن يقال في أمثال هؤلاء أنهم من أهل الأهواء، إلا أنه قول مرجوح، وجماهير العلماء وعامتهم على أنه يصبر على أئمة الجور ولا يخرج عليه. الآن يرجو يشحد يتسول كل صوت من هؤلاء. لا نرى مشاحة في الاصطلاحات، يعني ليست المسألة أي شورى أو ديمقراطية. إذا كانت مجهضة لماذا لا يتم إحيائها اليوم كجزء أيضا من الإيمان بهذا الدين؟ إذا أردت أن تحييها لابد أن تستفيد من التجربة الديمقراطية.
لأنها لا تتعارض معها أصالة. أن الشعب هو مصدر الشرعي، أن الشعب هو مصدر الشرعي. وين ينحصر الخلاف؟ لابد أن نحرر محل النزاع. محل النزاع هو هنا في الديمقراطيات الغربية، في الدول المتقدمة أيها الإخوة. مرجعية التشريع من حيث أتى الشعب، لذلك عندهم شيء طبيعي يصوت الآن على حل مثلا الجنسية المثلية، زواج الرجل بالرجل. إذا أخذ هذا إيه المشروع 51% ينفع، خلاص بصير جائز ويقنن ولا يجرم. عندهم هذا الشيء، وقص على هذا إيه عشرات ومئات الأشياء الأخرى. في الإسلام لا يجوز، في الإسلام لا يصح أن يستفتى الناس على ما حرم الله تحريما قطعيا، لا ندحة فيه، لا مجال فيه للإجتهاد. واحد يقول لها عشان هيك بنقول لكم احنا ديمقراطية منقوصة، ما يمكن، الديمقراطية لا تصلح. وهنا طبعا يبرز لك اثنان، المسلم السلفي أو السلفوي إنجاز التعبير يقول لك قلنا لكم الديمقراطية كفر، تحلل ما حرم الله، تضع أحكام الله القطعية أيها الإخوة موضع الاستفتاء والانتخاب، يستفتى عليها، لا يجوز، هذا حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون؟ وقضية التحكيم والمودود سيد قطب قصة أدبيات واسعة جدا في العصر الحديث. نعود إلى المسألة، إذن كيف الخروج من إيه؟ من مأزق مصدر شرعية السلطة التشريعية، هل هو الشعب أم الشريعة؟ أنا أقول لكم والله المسألة سهلة، كما يقول لك الحقائق الواضحة الصغيرة في المسائل الكبيرة، مسائل كبيرة وتشق الأمة وتمزق الشعوب والأوطان، ولكن يمكن أن تضبط الرؤية فيها والحكم عليها بحقائق بسيطة. ما هي؟ هذه مسألة دستورية محكومة أيها الإخوة بمعنى دستوري. الدساتير عموما تنظم إيه؟ في فصول أربعة، في أقسام أربعة: مجال تعريف الهوية والمشخصات القومية، مجال تعريف نظام الحكم وما يتعلق به، مجال تحديد الحقوق والواجبات، مجال الأحكام الانتقالية. هذه الدساتير. يعني أول شيء يطالعها في الدستور ما يتعلق بتشخيص الأمة وهوية الأمة. في الدساتير العربية حتى العلماني منها في معظمها على الإطلاق كان ينص على أن المصدر الرئيس للتشريع الشريعة الإسلامية. علمانية، دساتير علمانية تكره الدين والمتدينين. لماذا؟ لأنها لا تستطيع إلا أن تكون كذلك. أنت دستور لشعب مسلم يصلي ويصوم وملتزم بأحكام الشريعة في العموم يا أخي، وهو إلى الآن هذا الشعب بفضل الله لم يرى أن يتخلى عن هذا الدين وأن يكفر به، بالعكس متشبث بهذا الدين. إذن عليك كنظام حكم أن تعكس هوية الشعب. أختم نقاشي لهذه النقطة بكلمة ثم أمضي إلى المسألة الثانية. طيب، يأتيك أعداء الديمقراطية في العالم العربي الإسلامي يقولون لكن ماذا تحت تأثير القصف الإعلامي والتغريب الفكري وتزييف وعي الأمة الديني والملي، ماذا لو أن الأمة في يوم من الأيام قريب أو بعيد تحللت من دينها وصارت تطالب بتغيير هذه المادة في الدستور ولا تريد أن تعتمد شرع الله تبارك وتعالى كمصدر إيه للتشريع رئيس، وتريد أن تجري كما تجري الأمور إيه في الغرب هنا، أن نشرع كل ما أردنا 50% زائد واحد، ماذا؟ لذلك نحذركم من الديمقراطية. جوابي بكلمة واحدة: بالله عليكم، هل الديمقراطية هي التي بعثت وحفزت أو أرغمت وأكرهت الشعب على أن ينتهي إلى هذه النتيجة؟ مستحيل. ما دور الديمقراطية هنا؟ أنا أقول لكم دورها تماماً مثل دور الاستطلاع، استطلاع الرأي والاستبيانات أيها الإخوة، كاشف، دور كاشف يكشف عبر صندوق الانتخابات كما تكشف الاستطلاعات والاستبيانات عن تحول ثقافي، تحول أيديولوجي عقدي في الأمة. الأمة تحللت من دينها، الأمة كفرت بهذا الدين، مجموع الأمة كفر بهذا الدين، ما عاد لا يريد هذا الدين. هذه مش مشكلة الديمقراطية ولا الاستبيان ولا الصناديق، بالعكس شكر الله لهذه الصناديق أنها إيه؟ فتحت أعيننا على الحقيقة المرة طبعاً الصعبة علينا، وهذه الحقيقة تستدعي ماذا؟ اليأس والتخاذل، أو تستدعي الجد في إعادة النظر في المسألة. لماذا تحللت الأمة من دينها؟ هذا موضوع طويل جداً جداً جداً.
طبعا يبدو إذا حصل لا قدر الله، لأن هذا الدين أثبت في آخر 20 سنة أنه أداة للمذبحة، أداة للتفريق، أداة لتقسيم الأوطان، أداة للكراهية، الناس كفرت بهذا الدين. هذا الذي يجعل كما قلت غير مرة، وأنا آسف جدا وأعتذر من إخواني وشعبي الجزائر العظيم، عدد المرتدين في الجزائر يتنامى يوم بعد يوم. انتبهوا. لذلك العمل الصحيح إزاء هذه الحقيقة المرة المخيفة أن نضاعف الجهود في إعادة بلورة وصياغة فهم جديد حقيقي جوهراني أو جوهري للإسلام يتماشى مع العصر أيها الإخوة، ويعكس أعلى درجات الأفضلية الأخلاقية، التفوق الأخلاقي، بحيث أن الشاب المسلم لا يجد حتى خارج الإسلام ما يمكن أن يوازيه في هذا التفوق الأخلاقي، في التفوق الإنساني إلا رحمة العالمين. هنا أنا أقول لكم مش فقط أبناؤنا، أبناؤنا وغير أبنائنا سينعطفون مرة أخرى إلى الإسلام، الهجرة المعاكسة، سيهجرون تلك المعسكرات العدمية التي لا تعطي معنى حقيقيا للحياة إلى هذا المعسكر الجديد، إن وجد، وإن شاء الله هو موجود ويشتغل أيضا، موجود في الإسلاميين ناس متنورون، عقول كبيرة، قلوب نظيفة، أرواح طاهرة تبلور خطابا جديدا يمكن أن يشكل إنقاذا حقيقيا للأمة ولغير الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله بشكل صحيح. فإذا الديمقراطية هي ممارسة، هي خلق، هي سلوك اجتماعي، فهي أوسع. لكن الديمقراطية هذا لابد أن نعترف به ونشهد به من حيث الآليات والأشكال والأنماط التنظيمية في المجال العام، هذا فعلا لها رصيد كبير ليس للشورى. فإذا هذا هو هذه بعض هناك الدكتور الخلوق. من يقول بأن الديمقراطية نظام كفر لا يجوز الاحتكام إليه، كيف نرد عليهم؟ نعم، الكفر نعرفه. من كفر بالله، من كفر بكتاب الله، من كفر بالرسل، هذا هو الكفر. لكن الديمقراطية تقول تعالوا اختاروا لأنفسكم، تعالوا فرقوا بين السلط. أنا لا أعرف كيف يكون هذا كفرا. المسلمون فرقوا بين السلط، لأن التفريق بين السلط هو تطور. السلطة وارد أن تكون مجتمعة في يد أشخاص أو شخص، لكن حينما تتضخم الأمور والمسؤوليات وتتعقد يأتي التقسيم، التقسيم في كل شيء، حتى في البناء، حتى في العلوم تتقسم العلوم كلما نمت، حتى في العمران تنمو الأسرة فيصبح لكل ابن بيته الخاص. فإذا هذه مسائل يعني تنظيمية، فالشورى مسألة تنظيمية. ولذلك أقول الشورى ليس مع الدين ولا ضد الدين، الشورى هي تجربة أو تجارب أو مجموعة تجارب تنظيمية للعلاقات السياسية والعلاقات العامة. ليس ولذلك نجد أن يعني ناس كفار وليسوا ديمقراطيين، وناس ديمقراطيون وهم يصلون ويزكون، فهذه مسائل تنظيمية واصطلاحية لا أقل ولا أكثر. هناك بعض الناس يقولون الشورى نشأت في اليونان وهم وثنيون، ثم ترعرعت وازدهرت في الغرب وهم علمانيون. يا سيدي، من قال لك أن تأخذ مع الديمقراطية وثنية أو كذا؟ لا، الوثنية مستقلة، هي تزامنت، ليست الوثنية التي أنتجت الديمقراطية وليست العلمانية التي أنتجت الديمقراطية، بدليل أن الديمقراطية المسيحية، الديمقراطية في أيام الوثنيين قبل ما تكون علمانية. فإذا الديمقراطية إذا تزامنت أو ترافقت بالصدفة التاريخية هذه الديمقراطية هنا مع العلمانية وهنا مع الوثنية وهنا مع المسيحية، فهذا مجرد ترافق تاريخي وجغرافي لا أقل ولا أكثر. حينما نتحدث المرسلين، أبو الوفاء بن عقيل رحمة الله عليه له عبارة في قمة الروعة، ثمينة وأمينة وعظيمة. إيش يقول فيها؟ يقول السياسة ما هي؟ يقول لك سياسة، ها، والسياسات. قال السياسة كما أفهمه أنا، أبو الوفاء بن عقيل صاحب كتاب الفنون، يقال يقع فيه 800 مجلد، هذا أوسع كتاب في تاريخ الإسلام، شوش هذا بحر موسوع الرجل هذا رحمة الله عليه. فسر آية السحر في سورة البقرة في مجلد ضخم حوالي 400 صفحة، آية واحدة، شيء مرعب. أبو الوفاء بن عقيل إيش قال؟ شوف الذكاء، هذا ابن عقيل، ها، مش أحد الهبلان، ابن عقيل. قال السياسة ما كان معه الناس أقرب من الصلاح وأبعد من الفساد، وإن لم يرد بخصوصها هذه السياسة كتاب ولا سنة. ما عنديش آية قرآنية، ما عنديش حديث نبوية، ولكن لما أنا أصطنع هذه السياسة ينصلح أمر الناس، بيصير أمرهم أقرب إلى الصلاح، يعني أقرب من الفصيح، من مش إلى، أقرب من الصلاح وأبعد من الفساد، ومش أبعد عن أبعد منها، انتبهوا الفصاحة، المهم فصاحة اللغة العربية هكذا قال ابن عقيل، من الفساد. قال أما الذي يظن
بقول لمخاطبه أحد الشافعية، قال له: وإن أردت أن السياسة الشرعية ليس إلا ما نطق به الكتاب والسنة فهو غلط وتغليط للصحابة. أنت غلطان، قال له، بتغلط أصحاب رسول الله. ويكفي، قال له، أن الصحابة حرقوا المصاحف، وأن الصحابة أخذوا بنظام الدواوين، وأن أشياء ضربتها لكم. قال: هذه الأشياء فيش فيها كتاب وسنة، والصحابة اتفقوا عليها. إذن هم مبتدعون؟ سياسة جاهلية غير شرعية؟ قال له: افهم السياسة. ولذلك الإمام العظيم شهاب الدين القرافي تلميذ العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنهما، العلامة المالكي الكبير الأصولي الحاذق صاحب الفروق، ينقل عنه صاحب معين الحكام، يقول: قال الإمام الشهاب القرافي: لا ينكر التوسعة في الأحكام السياسية على الحكام. والمقصود بالحكام هنا القضاء، انتبهوا، مش حكام الدول كمان، حتى القضاء. وابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية له كلام، له ولشيخه ابن تيمية رحمة الله عليهما، في غاية النفاسة والجودة والله في هذا الباب بالذات. يعني أمور كثيرة لم ترد بها الشريعة، لو اصطنعها القاضي يستطيع أن يصل بها إلى الحق، يستطيع أن يستخرج بها الحق من المبطل. غير أمور البينة، غير أمور الشهادة، أشياء أخرى. قال: ما في مانع، يقدر الحاكم يستخدمها، ومن باب السياسة الشرعية وغير منصوصة في الكتاب والسنة، لكن تعيد الحق للناس. هذا الفهم يا إخواني، مش زي اليوم كل شيء بدهم نص في كل شيء، حتى تأتي بمصطلح أنت ولك بدي نص يبرر هذا المصطلح، هذا الاصطلاح، حالة شمود غريبة جدا. لما أتكلم في القرآن عن أغلبية البشر، وعشان كده الديمقراطية في الإسلام مختلفة، تختلف كتير عن الديمقراطية الغربية. ذم الأكثرية، القرآن ذم الأغلبية والأكثرية، واعتبر إن أحياناً الأكثرية بتبقى أسوأ من الحيوان. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. ومما يقبض الصدر ويوحش النفس أن من فقهاء المسلمين وعلمائهم وإلى يومنا هذا من لا يزال يردد مقولات واجتهادات وآراء تصب في هذا الاتجاه، تسمح بتدعيم وتعزيز وتأسيس من قبل حكم فردي. فهؤلاء يرون أنه لا وزن للأغلبية، فالأغلبية والأكثرية مذمومة في كتاب الله، لم تذكر إلا في معرض الذم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى نظائر هاتين الآيتين الكريمتين، وهي كثيرة في كتاب الله. فالأكثرية بحد ذاتها مذمومة عبر التاريخ وعبر القرآن الكريم، يزرون على العامة أيها الإخوة، ينعتونهم بالرعاع، الطغام والرعاع. لماذا نعود إليهم؟ لماذا يعود إليهم الحاكم الملهم الرشيد المستبد بالأمر؟ ما من حاجة أن يعاد إليهم وأن يرجع إليهم. وكأن هؤلاء أيها الإخوة والأخوات غفلوا عما في كتاب الله من نحو قوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. من عليهم بماذا؟ بالكثرة، أنه كثرهم. فالكثرة بحد ذاتها ليست مناطاً أيها الإخوة لمدح أو ذم، قد تمدح وقد تذم، لكن باعتبارات خارجة عنها. حين تكون كثرة تواطأت على الحق هي ممدوحة ولا جرم. وقد ورد عنه عليه الصلاة وأفضل السلام: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإن اختلف الناس فعليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. الكثرة ممدوحة هنا لهذا الاعتبار. ومن لطيف الاستنباط وعجيب الفهم ما روي عن الإمام الجليل ابن عرفة التونسي رحمة الله تعالى عليه من مفاوضته ومباحثته لشيخه محمد بن عبد السلام، ليس بن عبد السلام السلمي شيخ الإمام القرافي، لا، وإنما هذا قاضي الجماعة بتونس، متوفى في أول نصف الثاني من القرن التاسع رحمة الله عليهم أجمعين، محمد بن عبد السلام المالكي قاضي الجماعة، فاوضه في مسألة
فتلطف ابن عرفة في الاستنباط جدا من قوله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذه الآية أيها الإخوة درجة الذين يزرون على رأي الأكثرية ورأي الأغلبية درجوا على الاحتجاج بها. ابن عرفة رأى أنها تشهد للأكثرية ولا تشهد على الأكثرية. كيف؟ تشهد للأكثرية، لأن الله يقول: ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن الكثرة بحد ذاتها مأتى الإعجاب، مأتى الإعجاب ومناط أيها الإخوة الإدهاش والموافقة. لكن الذم أتاها من حيث ماذا؟ من حيثية أخرى، وهي الخبث. إذا كانت الكثرة خبيثة فلا، لا اعتبار بها. لو لم تكن خبيثة وكانت طيبة إذن تعتبر. وهذا من لطيف الاستنباط. فرضي الله عن العلامة التونسي الإمام ابن عرفة، وقد كان جديراً وقميناً بمثل هذا الغوص على أسرار المعاني، على أسرار المعاني. نعم. وأيضاً غفل هؤلاء أو أغفلوا عن عمد أن القرآن الكريم في مواضع كثيرة ذكر أن الذين كانوا يتصدرون لمنازعة الأنبياء والمشاغبة على رسالاتهم، يتصدرون أيها الإخوة ويتبوؤون المقام الأول في معاداتهم ومحاولة إفشال خططهم الهدائية، هم الملأ، القلة، النخبة الذين كانوا يسوقون الكثرة من ورائهم إلى العار والنار، العار في الدنيا والنار في الآخرة. هكذا ففرعون كان له ملأ وكان يستفتيهم أحياناً، كان يستفتيهم أحياناً. انظروا ماذا وهكذا الملأ، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قال الملأ، قال الملأ، هكذا الملأ. هذه قلة وهي مذمومة، وليست مذمومها لكونها قلة وإنما لأنها تواطأت على باطل. هذا هو التفكير السليم، هذا هو التفكير السليم. إذا أردنا أن نقول الاعتبار بمجرد القلة والكثرة فقط، بالمجرد في أمة الحق، نعم الكثرة لها اعتبار في أمة الحق، في أمة لا تجتمع على ضلالة، في أمة لبت نداء ربها. ولذلك وجدنا العلماء، علماء الحديث يرجحون بكثرة الرواة، أليس كذلك؟ وهذا الفرق بين المشهور والعزيز والمتواتر والآحاد، كثرة الرواة أيها الإخوة، وهم أهل صدق، وهم أهل صدق. مرجح من المرجحات، الفقهاء والأصوليون يرجحون بالكثرة في أبواب شتى، في علم القضاء، في القضاء يرجح بالكثرة أيضا. الكثرة لها اعتبارها، من أين لهم أن الكثرة مذمومة على إطلاقها؟ هذا التفكير خارج عن أساس المنهج العلمي، غير صحيح. المنهج لا يقضي بمثل هذه النتائج. من أجل ماذا؟ من أجل فقط أن نبرر لحاكم متألي، لحاكم مستبد يريد أن ينفرد، وربما يكون ملتاثاً بلوثة جنون العظمة، بارانويد، يعني يكون مصاب بالبارانويا. هذا الرجل يرى نفسه وكيل السماء في الأرض، وأنه الذي اقتعد على عرش الحكمة، هو أبوها وأمها ومنبعها ومصدرها، فهو يصدر عنها في كل أمره، كله وجله، كثيره وقليله. كلا، غير صحيح، لا يجوز.